السلام عليكم واهلا بيكم في الفيديو الجديد ده. هنشوف الغرزة دي اسمها الهرم المدرج، يا رب تعجبكم. الغرزة بتعمل مضاعفات الاتناشر، هنا عاملة مضاعفات الاتناشر مرتين، يعني 24 غرزة، وعاملة غرزة الحافة اليمين وغرفة غرزة الحافة الشمال في الاخر، ما بتحسبوش مع الغرزة. الغرزة زي ما قلت مضاعفات الاتناشر، بس عاملة هنا 12 مرتين 24، وبتتعمل على 32 سطر زي ما انتوا شايفين كده. هي عدد الاسطر كتيره شويه، لكن هي سهله. الاسطر في ظهر الشهر، ظهر الشغل، بصوا ظهر الشغل برضو شكله حلو، ظهر الشغل بالشكل ده. غرز ظهر الشغل بتكون حسب ما بنشوف الغرز، وفي اسطر بتبقى كلها مقلوبه. هنشوف مع بعض ترتيب الاسطر سطر بسطر. بسم الله الرحمن الرحيم. هبدا السطر الاول وهبتدي اول غرزه، غرزه حافه مش داخله فيه عدد غرز الغرزة او في باترون الغرزة. هبتدي اشتغل اتنين مقلوبين، وتقسيمة الاتناشر غرزة اتنين مقلوبين، تمانية عدلين، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية. يبقى عملت اتنين مقلوبين، تمانية عدلين، وعمل اتنين مقلوبين كمان، يبقى دول اتناشر غرزة. ده بطرون السطر الأول، وبكرر على حسب التكرارات اللي عندي، التكرارات الاتناشر. هكرر هنا نفس الحاجة، يعني اتنين مقلوبين، تمانية عدلين، اتنين مقلوبين، وآخر غرزة غرزة حف، ماشي. ويكون ده السطر الأول. نبتدي السطر التاني، والسطر التاني مفيهوش أي مشكلة، مش هنشغل نفسنا، وهنشتغل على حسب ما بنشوف شكل الغرزة. غرزة الحافة اهي، مش ضمن الباترون الغرزة، خد لها عدل الغير شغل سلت. غرز عدلة، اتنين عدلين اهم، هلاقيهم عدلين، اشتغلهم عدلين. غرزة مقلوبة للمبتدئين، شكل الغرزة المقلوبة واضحة، المقلوبة اشتغلها مقلوبة. غرز عدلة، هشتغل عدل، وهكذا لغاية آخر السطر. يبقى ده السطر التاني، ظهر الشغل العدل هشتغلها عدل، والمقلوبة هشتغلها مقلوبة، يعني على حسب ما بشوف الغرز. خلص السطر التاني ده في ظهر الشغل، نيجي نشوف السطر التالت هنعمل فيه ايه. ابتدي بقى السطر التالت من وش الشغل، والسطر ده هيبقى فيه ضفيرة، هنعملها من غرزتين، مش محتاجين ابرة ضفيرة ولا حاجة. اول غرزة غرزة حافة، تاني غرزة اشتغلها عدلة. هبتدي هنا الاتناشر غرزة هشتغل فيهم باترون الغرزة اللي بيتكرر، حتى غرزة عدلة. هاخد الغرزتين دول اعمل فيهم ضفيرة ناحية اليمين، اخدهم على الابرة اليمين، ومن ظهر الشغل احاول اخد الغرزة الاولانية اخدها على الابرة الشمال الطريقة دي، واخد الغرزة التانية اطلعها الاول. يبقى دلوقتي هما الاتنين على الابرة الشمال، اشتغلهم بالغرزة العدلة، بعدين اشتغل هذه غرزة، اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة، اشتغلت ستة غرزة عدلين. ويجي في الغرزة العدلة دي والغرزة اللي معمولة مقلوبة دي، هعمل بيهم ضفيرة. عملنا هنا ضفيرة يمين، نعمل هنا ضفيرة شمال، اخدهم برضو كده، ومن وش الشغل اطلع دي لبره على الابرة الشمال، وابدل دي ادخلها جوه، وارجع ادخلها على الابرة، واشتغلهم اتنين بالغرزة العدل. كده عملت ضفيرة شمال، ماشي. اكمل بقى واكرر باترون الغرزة، الغرزة اللي بعد كده اشتغلها عدلة، واكرر الباترون في الاتناشر غرزة اللي عملته هنا، اكرره هنا، واخد غرزة في غرزة حافة. نشتغل بقى السطر الرابع، والسطر الرابع ده من الأسطر الخلفية، وهنشتغله كله بالغرزة المقلوبة، غرزة حافة، واشتغل كل الغرز بالغرزة المقلوبة. نشتغل الخامس من وش الشغل، هناخد غرزة الحافة سالت من غير شغل، او ممكن نشتغلها عدلة من لفة خلفية كده. نبتدي نشتغل ثلاث غرز مقلوبين،
نقسم الاتناشر غرزة لتلاتة مقلوبين، ستة قرليه تلاتة مقلوبين، واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة، يبقى تلاتة مقلوبين، ستة قرليه تلاتة وستة تسعة، وتلاتة اتناشر، تلاتة مقلوبين، واحد اتنين تلاتة، يبقى دي تقسيمة الاتناشر غرزة. نرجع نكررهم هنا، تلاتة مقلوبين، ستة قرليه، تلاتة مقلوبين، غرزة عفة. يبقى ده السطر الخامس، خلصوا نيجي نعمل السادس في ظهر الشغل. اشتغل السطر السادس في ظهر الشغل وحسب ما بنشوف الغرزة. الغرزة العدلة اشتغل عدلة، والمقلوبة اشتغلها مقلوبة. تلات غرز قرليه هما جايين قصادنا، ستة مقلوبين، الغرزة دي فلتت، مقلوبين، ستة مقلوبين، وتلاتة هادين، تلاتة مقلوبين هم باينين، وهكذا لغاية حسب التكرارات اللي عندنا. وآخر حاجة غرزتها السطر السابع، والسطر السابع هيبقى فيه ضفيرة من غرزتين. أول غرزتين بس في الاتناشر غرزة اشتغل اتنين عدلين. اجي في الغرزة اللي شكلها مقلوبة، الغرزة العدلة دول هستعمل منهم ضفيرة، اسلتهم الاتنين على الابرة الشمال، باجي من ظهر الشغل، دي اسمها ضفيرة اما ناحية اليمين، هاخد الغرزة اللي ورا على الابرة الشمال وافوت التانية اخليها هي الاول، وابتدي اشتغلهم بالغرزة العدلة اهو، دي ضفيرة ناحية اليمين، واكمل ادي واحد اتنين تلاتة اربعة، اربع غرز عدلين، واجي في الغرزتين العدلة والمقلوبة دي اعمل ضفيرة برضو من ناحية الشمال، اسلك الاتنين واجي اخد دي بالابرة اليمين واخد التانية من ورا اطلعها قدام الشوط وابتدي اشتغلهم عدلين، واشتغل الغرزتين اللي بعدهم عدلين. يبقى كده عندي اتناشر غرزة. اكرر تاني باترون الاتناشر غرزة في الغرز اللي بقى، باخد غرزتين عدلين واعمل مع الاتنين دول ضفيرة ناحية اليمين واكمل بنفس الطريقة. يبقى ده السطر السابع في وش الشغل، هنخلص ونيجي نعمل التامن في ظهر الشغل. بعد ما اخلص السطر السابع يا جماعة في وش الشغل، هنيجي لظهر الشغل نشتغل السطر التامن. والسطر التامن بصوا هيبقى كل غرز مقلوبة، مفيهوش اي حاجة، غرزة الحافة بس و بقيه الغرز كلها بالغرزه المقلوبه. نشتغل كل السطر الثامن بالغرزه المقلوبه، اخلصه بعد الضفيره على طول، بعد الضفيره السطر اللي فيه ضفيره على طول بنشتغل السطر الخلفي بالغرزه المقلوبه. اخلص السطر الثامن ده، نيجي نعمل السطر التاسع في وش الشغل. والسطر التاسع مش هيبقى فيه ضفيره، هيبقى فيه تقسيمه لغرز ال 12 غرزه، هنشوفها مع بعض. بقى السطر التاسع في وش الشغل وهنشوفه ازاي، هيبقى سهل خالص. هنقسم الغرز ال 12 غرزة على تلاتة، ازاي هنشتغل اربعة غرز مقلوبين، واحد اتنين تلاتة اربعة، اربعة مقلوبين واربعة عدلين واربعة مقلوبين، ادي اربعة عدلين كمان، واحد اتنين تلاتة اربعة، ادي اشتغلنا اربعة عدلين، نشتغل باربعة مقلوبين، واحد اتنين تلاتة أربعة، ونكرر تاني 12 غرزة على حسب اللي عندنا، أربعة مقلوبين، أربعة عدلين، أربعة مقلوبين، يبتدي يشتغل أربعة مقلوبين تاني، وأربعة عدلين وأربعة مقلوبين لغاية نهاية السطر. نكمل ونشتغل السطر العاشر. السطر العاشر هنعمله على حسب ما بنشوف الغرز، وهيكون أربعة عدلين، أربعة مقلوبين، أربعة عدلين، وهكذا. يبتدي نشتغل السطر ال 11 يا جماعة، وهنشتغل وناخد غرزة الحافة ونشتغل تلات غرز عدلين. السطر دي ده فيه ضفاير، وناخد غرزتين دول نعمل بيهم ضفيرة ناحية اليمين،
هناخد الورقة اللي ورا دي زي ما اتعلمناها سلت ونشتغلهم عدلين. اشتغلنا 3 عدلين واتنين ضفاير. نكمل نشتغل بالغرزة العلة، 1 2. ناخد بقى الغرزتين دول، معرفش انا كنت اشتغلتها وفكتها، هنعمل برضو الغرزة دي والغرزة دي ضفاير، هفكهم بس تاني. الغرزتين دول هنعمل بيهم ضفيرة ناحية الشمال زي ما انتوا شايفين كده، هم لأن كنت اشتغلتها وفكتها، هنعمل ضفيرة شمال اهو. ناخد دي الناحية دي نشتغلهم بالغرزة العدلة، ونشتغل بقى 3 غرز عدلين، ويبقى كده تقسيمة 12 غرزة زي ما انتوا شايفينها كده. نعدهم 2 4 6 8 10 12. 3 عدلين ضفيرة يمين، 3 عدلين ضفيرة شمال، 3 عدلين، ونكمل تاني على حسب التكرارات اللي عندنا. نكمل نستعمل السطر الـ12، والسطر الـ12 يبقى كله مقلوب. دايما بعد الضفيرة السطر الخلفي بنشتغله كله بالغرزة المقلوبة. شايفين الغرز قصادنا، يعني نشتغل السطر الـ12 بالغرزة المقلوبة. خلاص ونيجي نعمل الـ13. نكمل السطر الـ13، والسطر الـ13 هنقسم فيه الغرز الـ12 غرزة، هنقسمهم لـ5 مقلوبين، 1 2 3 4 5، واتنين عدلين، وخمسة مقلوبين، وهكذا الـ12 غرزة زي ما احنا شايفين. 5 مقلوب، 2 3 4 5، 2 عدلين في النص، 5 مقلوبين تاني، يبقى دول 12 غرزة. 3 4 5، وكرر 5 تاني مقلوبين جنب الـ5 دول لغاية آخر السطر، يبقى ده السطر الـ13. نيجي نعمل 14 على حسب ما بنشوف الشغل. السطر الـ14 اهو، العند العدل والمقلوبة مقلوبة. نشتغل بقى السطر الـ15 يا جماعة. نشتغل 4 غرز جوه العدلين، هنعمل ضفيرة يمين بنفس الطريقة، بعدين غرزتين ضفيرة شمال، يعني ضفيرة يمين ضفيرة شمال جنب بعض. ونكرر نعمل 4 غرز عدلين تاني، نكرر حسب عدد الغرز الـ12 اللي عندنا بنفس الطريقة. كده نخلص لغاية آخر السطر الـ15. السطر الـ16 في ظهر الشغل كل الغرز مقلوبة. خلاص ونيجي نعمل الـ17. نشتغل بقى السطر الـ17، ودي غرزة الحافة، وهنبتدي بطرون السطر الـ17. 4 عدلين واربعة مقلوبين واربعة عدلين، سهلة خالص. 12 غرزة نقسمهم 3 أرباعات، 4 عدلين اربعة مقلوبين واربعة عدلين. بالطريقة دي بصوا، يعني هو كأن فيه هرم هنا بالغرزة العدلة، بعد كده يبقى فيه هرم بالغرزة المقلوبة زي ده اللي هو هنا في النص بين الهرمين دول. ماشي، ده بطرون السطر الـ17، وبنكرر حسب تكرارات الـ12 اللي عندنا. خلصوا للآخر، نشتغل بعد كده السطر الـ18، وهيبقى على حسب ما نشوف الغرزة. نشتغل بقى السطر الـ19، وبطرون السطر الـ19 ادي بعد غرزة الحافة، هنشتغل 3 عدلين، ونبتدي نعمل ضفيرة. بس الضفيرة الأولانية دي اهم 3 عدلين، نبتدي ضفيرة من الغرزتين دول
بس هنبتدي بضفيرة شمال اللي هي هناخدها ازاي، مثل دي ودي، نبتدي ناخد كده، هناخد الغرزة العدلة دي والغرزة اللي سيبناها في الأول نلقطها من ورا ونشتغلهم بعد كده، نشتغلهم عدلين، يبقى ثلاثة عدلين وضفيرة شمال مع غرزتين دول، بعدين غرزتين عدلين، بعدين ضفيرة يمين مثل كده وكده، وبعدين ناخد اللي ورا من ورا، ناخد الغرزة التانية من ورا، ناخد دي نحطها قدام ونشتغل الغرزتين عدلين، يبقى كده عملنا ضفيرة يمين. ماشي، بطرون السطر 19، نبتدي تلاتة عدلين ضفيرة شمال مع الغرزتين دول، بعدين اتنين عدلين في النص وضفيرة يمين، وبعدين اخر تلات غرز في تقسيم 13 غرزة هنشتغلهم تلاتة عدلين، وزي ما ابتدينا بتلاتة عدلين بننتهي بتلاتة عدلين، ويكون ده بطرون السطر 19 وتقسيمة 12 غرزة. هنكررهم هنا كمان ونرجع نعمل السطر 20، والسطر 20 ده هيبقى بعد الضفيرة وهنشتغله كله مقلوب. اشتغلنا السطر 20 كله مقلوب في ظهر الشغل، نيجي 21، السطر 21 هيبقى قسمته هنقسم 3 عدل 6 مقلوب 3 عدل، ناخد غرزة الحافة كده اهي، وبعد كده نقسم 12 غرزة ازاي، 3 6 3 3 عدل 6 مقلوب في النص 3 4 5 6 بعد كده 3 عدل، ويبقى كده ال 12 غرزة هنكرر 3 عدل 6 مقلوب 3 عدل، ننتهي بغرزة حافة، وهشتغل السطر 22 كله على حسب ما بشوف الغرزة يا جماعة، على حسب ما بشوف الغرزة، السطر اللي بعد كده اللي هو ال 22 في ظهر الشغل على حسب ما بشوف شكل الغرزة. انا نسيت ما سجلتش يا جماعه السطر الاثنين ال 23، انا عملت كررت في ال 12 غرزه بشتغل غرزه حافه، بعدين اشتغل اثنين عدلين ضفيره شمال، اربعه عدلين ضفيره يمين، اثنين عدلين، وارجع اكررهم قصادكم اهو لان انا عملت وما سجلتش عشان اكررهم اهو، اشتغل اثنين عدلين ضفيره شمال في الغرزتين دول، اشتغلهم من قدام يعني، واخد دي ورا اشتغل غرزتين بقى عدلين، بعد كده غرزتين عدلين وضفيرة يمين، غرزتين اربع غرز عدلين اقصد، عند ضفيرة يمين اخر غرزتين اشتغلهم عدلين، وغرزة الحافة في اخر 24 في ظهر الشغل كله مقلوب. نشتغل بقى السطر 25 في وش الشغل يا جماعة، السطر 25 اهو هنبدأه، وهيبقى تقسيمته اتنين عدلين تمانية مقلوبين اتنين عدلين اللي هما 12 غرزة، يعني ناخد برضو ادي اول غرزة بتاعت الحافة ونقسم ال 12 غرزة اتنين عدلين تمانية مقلوبين كده، تمانية مقلوبين اهم اتنين عدلين، ودول 12 غرزة البطرون نكرر على حسب تكرارات ال 12 اللي عندنا، 2 عدلين 8 مقلوبين 2 عدلين، واخر حاجه غرزه حافه كده. السطر 25 هشتغل السطر 26 على حسب ما بنشوف الغرزه في ظهر الشغل، ونرجع نعمل ال 27. 27 وش الشغل هنبتديه، وتقسيمته هتكون لغرزه حافه واحده عدله ضفيره شمال، يعني ناخد بقى الغرزتين دول ضفيرة شمال
بعدين 6 عدلين، 6 غرز عدلين، 1 2 3 4 5 6. وعند في ريمين الغرزة المقلوبة والغرزة العادية اللي هنعمل لهم ده في ريمين، ناخدها، ناخد الغرزة اللي خدناها في الأول ناخدها من ورا، نجيب دي قدام، نشتغلهم الاتنين عدلين. بعدين اخر غرزة في الاتناشر غرزة، غرزة عدل، دي تقسيمة الاتناشر غرزة، بنكرر على حسب تكرارات الاتناشر اللي عندنا، نعمل واحدة عدلة ضفيرة شمال، 6 عدل ضفيرة يمين، 1 عدل، وهكذا. خلصنا كده السطر 27، اشتغل 28 كله مقلوب في ظهر الشغل. بعد سطر اللي فيه الضفاير على طول بيبقى كله مقلوب في ظهر الشغل. هنخلص ونيجي نعمل السطر 31. بعد 29 في وش الشغل، وهيكون تقسيمته هنشوف مع بعض، 1 عدل و10 مقلوب و1 عدل، دول 12 غرزة. عملنا 1 عدل، نشتغل 10 مقلوب، ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 وواحدة عدل، ونكرر 1 عدل، 10 مقلوب، 1 عدل. اخلصه ونشتغل السطر اللي في ظهر الشغل على حسب ما بنشوف الغرز، ونرجع نعمل السطر 31. اخر سطر من سطور الوجه او الوش، هيكون السطر 31، وده هيكون تقسيمته بعد غرزة الحافة اللي مش داخلة في الباترون، هيكون ضفيرة شمال، نبتدي بضفيرة شمال، اهي مع الغرزتين دول اشتغلهم عدلين، 10 عدلين، 10 غرز عدلين، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. بعد كده ضفيرة يمين، هاخد الغرزة دي والغرزة دي واعمل لهم ضفيرة يمين، ضفيرة يمين، يعني اخد الغرزة دي من ورا، حفظت بقى الضفاير ازاي واشتغلهم واكرر. نيجي بقى للسطر اللي في ظهر الشغل، هيبقى كله مقلوب اللي هو ال 32، ويبقى كده الغرزة خلصت. يكون ده شكل الغرزة في الاخر يا جماعة بعد السطر ال 32. بس خدوا بالكم انا غلطت في السطر 31، وقلت ضفيرة شمال وبعدين 10 مقلوب، 10 عدل، خدوا بالكم هو 8 عدل، 8 غرز عدلين، وبعدين ضفيرة يمين، ضفيرة شمال، 8 غرز عدلين، ضفيرة يمين، وبنكرر ال 12. خدوا بالكم بس الغلطة دي اللي انا غلطتها، مش 10 غرز عدلين، هما 8 بس، يعني 2 و8 و2 هيبقوا 12 غرزة تكرار. يا رب تكون الغرزة عجبتكم والفيديو عجبكم وفهمتوها، ونتقابل فيديوهات جاية كتير ان شاء الله. مع السلامة.